من أحاديث الفتن ما جاء في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العلم ويظهر الجهل وتكثر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: من الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، انظروا، جهل، رفع علم، شح. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. تظهر الفتن، وبسبب ظهور الفتن يحصل القتل. قال: ويكثر الهرج. قيل: ما الهرج؟ قال عليه الصلاة والسلام: القتل. القتل. جاء في صحيح البخاري أن البادية مع أن السكنى فيها مذمومة، كقوله عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه وغيره: من سكن البادية جفا، إلا أن في الفتن لها شأن عظيم. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ومن أحاديث الفتن ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة وقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، وماذا أنزل الله من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ومن أحاديث الفتن بعد نزول المسيح ابن مريم وقتله للمسيح الدجال وبقائه مدة يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن في المدينة، وبعد دفنه في المدينة تخرب المدينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: يوشك أن يترك الناس المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا عوافي السباع والطير. حتى جاء في رواية عند الطبراني أن الكلب ليأتي ويبول على بعض سوار المسجد أو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون خروج النار حتى آخر من يحشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: راعيان من مزينة ينعقان بغنمهما نحو المدينة فيجدانها وحوشا فيخران صرعا.